هون على احبابك ورد على الطيبين الله افتح نور ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين ومع فقرة جميلة ومتميزة وشيقة فنية غنائية ومع مطرب وفنان جميل الأستاذ طارق حسين، بنرحب بيه معانا النهاردة. أهلا بيك يا فنان طارق، أهلا بيك، منورنا النهاردة في الاستوديو وشرفتنا. يسعدنا دعوة حضرتك ليا في هذا البرنامج الجميل اللي هو انا اول مره اخش مدينه الانتاج الاعلامي بسبب هذا البرنامج الجميل. لا شرفتنا ونورتنا وان شاء الله مش اخر مره ودايما معانا كده باذن الله. اهلا بيك يا استاذ طارق. استاذ طارق حسين ليه العديد من الاغنيات الطربيه الجميله جدا، الاغاني اللي احنا بنتمنى دايما الناس تسمعها، ليها مضمون، ليها هدف. أكيد. احنا سعيدنا جدا النهارده بوجودك معانا. وانا سعيد بحضرتك وسعيد بالاستاذ انا شويه. اهلا بيك نورتنا. طيب استاذ طارق، لو نحب نقول في البدايه كده حضرتك تعرف نفسك للساده المشاهدين، تتكلم مين هو الفنان طارق حسين وكانت بدايتك ازاي؟ والله انا مطرب من اسكندريه و شله اسكندريه طبعا. أهلاً يعني اهلا بيك نورتنا. حضرتك كنت اشتغلت في التسعينات، عملت اول فيديو كليب كان ليا ايام ما كان لسه الموضوع ما فيش اللي احنا فيه دوت، كان اسمها أغنية المعجباني وحققت حاجة كويسة معايا. وبعد كده وقفت ستوب، مشيت سافرت رجعت، وبعدين رجعت ببدأ من أول وجديد تاني. تمام. إيه كانت يعني في كده فترة طويلة ما بين البداية وما بين الوقت الحالي؟ تمام. طب حضرتك كنت فين في الفترة دي؟ سافرت برا. برا خارج مصر يعني؟ تمام، الحمد لله على السلامة طبعا، وده من حسن حظنا طبعا. من حسن حظنا ابقى معاك. طبعا اكيد طبعا، اسكندرية منبع الفنانين. ربنا يخليك. طبعا اكيد. طب استاذ طارق حسين، هو كل فنان بيكون ليه محطات فنية أكيد في حياته. أكيد. ايه هي بقى المحطات الفنية اللي كانت فارقة في حياتك؟ طب هو بص حضرتك، انا يعني دماغي شوية غريبة شوية، ان انا بحب انطقي كلمة بتلمس مع حدث معين. يعني في حدث بتأثر بيه، بقعد انا والشاعر عايزين نكتبه في الموضوع ده، فاروح كده. فهتلاقي معظم أغنية اللي هي على اليوتيوب كلها حالات مختلفة. يعني أغنية الموقف، يعني موقف معين، حاجة معينة بتأثر معين. بحاجة. يعني انا مثلا في التسعينات كنت عملت، كان حصل موضوع فتنة طائفية، عملت موضوع عن الفتنة الطائفية. تمام. حصل موضوع الرسوم المسيئة للرسول، عملت أغنية عن الرسوم المسيئة للرسول. حصل كان في مثلا انا بحب الشاعر احمد فؤاد نجم، اما توفى عملت له اغنيه. بحب محمد صلاح، عملت له اغنيه. يعني الرموز الناجحه في مصر بعمل لها اغاني. عملت اغنيه لاسكندريه، عملت اغنيه للام بالعاميه ولغه واحده يعني بالفصحى، وهتوقف عن الفصحى دي. انا ما كنتش بغني لغه عربيه فصحى الى ان تقابلت مع الشاعر كبير كبير بجد بمعنى كلمه كبير، دكتور عبد الحميد محمود. شاعر فصحى ده كل اعماله كان عاملها مع الموسيقار محمد الموجي، وعامل لكبار الفنانين، نقدم لهم طبعا كلهم كل التحيه والتقدير طبعا. فاتقابلت معاه بالصدفه، لا اعرفه ولا يعرفني، في ندوه شعريه طلبوا مني اقول حاجه بالفصحى، فغنيت اغنيه اشواق بتاعت الموسيقار رياض السنباطي وعجبته. تاني يوم لقيت حد بيتصل بيا، يا فنان انت فلان؟ قلت له انا. ايوه. مين حضرتك؟ انا الدكتور، تعال لي العياده. هو طبيب تغذيه وشاعر. فروحت، فكان اول لقاء معاه ان انا اغني المحمديه، ودي اتذاعت في اوروبا كلها. عملنا بعد كده، خلاني اروح لسكه الفصحى، ما كنتش بغني فصحى. عملت معاه اغنيه للام،
بالفصحى. عملت معاه اغنيه، خدت اغنيه كان غناها الموسيقار محمد منوجي خلاني اغنيها للجيش المصري اسمها جنود جنود. غنيت حاجه رابعه عملها عاطفيه كده، ما كانش قافيه غريبه حرف الخاء، فاعطيتها الملحن عالمي في هولندا لحنها وغنتها. عملت معاه برضو في حاليا في بسملات الفجر، عملت معاه اغنيه بالعاميه، هو كاتب بالعاميه لمصر اسمها ام الامم. فهو كان صراحه كان تحول، تحولني تحويله كبيره. اما كان شغلي كله، معظم شغلي كان مع الشاعر احمد ادري، ده توامي، ده على طول خط، يعني يكاد يكون ثلاث اربع اعمالي اللي بعملها مع احمد ادري. تمام، يعني نقدر نقول لحضرتك يعني لما بتلاقي كلمات او موقف بيمسك، انا بدور على الكلمه، يعني بيهمك او بيأثر فيك، هو ده اللي بتغنيه. بالظبط. تمام. اوكي. طيب لو حبينا نسمع كده ونسمع الساده المشاهدين حاجه كده من حاجاتي. طب اسمعكم يعني هنعرضوها ولا اسمعكم لايف ولا ايه بالظبط اللي انتوا عايزينه؟ طب اوكي تمام. يعني انا مثلا احب اعرض لكم اغنيه المحمديه دي، هتلاقوا موضوع مختلف كموضوع ديني بس مختلف في الصياغه بتاعته، يعني في تناوله، يعني في تناوله. طب اتفضل. محمد سيدي حبيبي ورؤية علني أراها، ليهدأ الشوق في فؤادي وتسكن الروح في فضاء، ليهدأ الشوق في فؤادي وتسكن الروح في فضاء. محمد أحمد وطن، والمصطفى للدنيا ضياء، نور يضيء المدى حنانا ورحمة لا يرى مدى. دي كلمات. ما شاء الله، صوت رائع مميز. محمد النجار وتوزيع هشام زتون. تمام. يا ريت لو في امكانيه لعرضها تعرضوها تشوفوها يعني. طب احنا معانا الفيديو بتاع الاغنيه. موجود. طيب اوكي تمام، اتفضل. يجمعنا عيش الوطن والحلم بينا مصير، ومهما طال الزمن حبك ملوش تفسير. ما انت اللي حبك قدر وحبيبتي وقت الخطر، انت اللي حبك قدر وحبيبتي وقت الخطر. صوتك نغم على الوتر يطرح في أرضك
اه فعلا كلمات جميله، تصوير رائع، الناس والحان وتوزيع ياسر فاروق واخراج احمد قادر الشعر. بجد الاغنيه تحفه من كله يعني، كلها اشراق ومشرقه وكلها تفاؤل وبسيطه كده. لا الحاجه جميله حتى بصي يعني شوفي نهله، حتى وشوش الناس البسيطه المبتسمه يعني كلها حب كده وتفاؤل واشراق فعلا. وبعدين دخلتها تحسي ان هي اغنيه وطنيه، هوب دخلتي على حصاد قمح. ما هو كله للوطن يعني، كل حاجه طبعا تعتبر كده طبعا في حب الوطن وحب الناس يعني كله مع بعضه يعني. طب استاذ طارق يعني لو حبينا نسأل حضرتك عن بقى أهم الناس في حياتك اللي ساعدوك اللي ساندوك اللي يعني كانوا مثلا زي ما بيقولوا كده رفيق الكفاح أو رفيق ال، والله هو أنا بقول لحضرتك الناس اللي وقفت جنبك يعني. أحمد قدري ده صراحة يعني ده رفيق كفاحي، وبقول لحضرتك معظم شغلي معاه، وكل طبعا الناس اللي أنا اتعاملت معهم فعلا دول أصدقاء يعني. يعني أنا كشعرة سي مثلا أحمد قدري، عماد حسن كان في أول أعمالي، عماد إلهامي، عادل حراز، عشان ما انساش حد طبعا، في الآخر كان دكتور عبد الحميد. دول شركائك بقى، شركاء العام، كان ملحنين محمد النجار ده احنا طالعين مع بعضينا، خالد جنيدي ملحن، محمد صلاح برضو كان شاعر خدت منه أعمال، عشان ما انساش حد، تامر صقر، حبيب عمري ده موزع، احمد طايع، هشام زتون، ياسر فاروق، كل دول اصحاب فضل عليا، احنا فعلا فريق عمل ما بخرجش براهم يعني، فدول فعلا اصدقاء وفي نفس الوقت مبدعين يعني. طبعا بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق دايما والتميز كده. معانا النهارده اغنيه حصري للبرنامج حلم وفكره. طبعا اغنيه في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام، نحب نسمعها. الصلاه والسلام طبعا. ماشي اوكي، هتسمعوها فيديو بقى عشان دي انا اوكي عشان دي لسه انا على فكره هي لسه كانت الفيديو الاصلي لسه ما خلص والله يعني، حاولت الحقه امبارح ما خلاص، فعملت الفيديو ده اللي هو هتعرضوه علشان ليكم لينا احنا والله فعلا يعني يا جماعه. اما يخلص الفيديو ده حصري لحلم وفكره. الاغنيه دي كتصوير كاغنيه من مهداه من الاستاذ من الفنان طارق حسين للبرنامج، وهي فعلا اغنيه حصري لينا هنا في البرنامج النهارده، وان شاء الله ان شاء الله كده وهبعتها لحضرتك. طب اوكي تمام باذن الله، بالتوفيق. محمد أحمد وطه والمصطفى للدنى ضياء. اتفضل. طب خلاص ممكن بقى تغنيها لها، تغني لنا كده الاغنيه بتاعت، هسمعكم جزء منها بقى. تمام اوكي. انبياء الله بامان هم دول المؤمنين، واللي رمى حسبنا الله المعين. انبياء الله بامان كلهم كانوا مؤمنين، واللي بالرمى حسبنا الله المعين. يا رسول للإنسانية
فيك سماحة وحسن نية، انت مفتاح القضية، الصادق الوعد سلام. لا لا عادي ما فيش مشكله. تقريبا ما فيش مشكله. هي طبعا دي اغنيه رد، يعني عملتوها رد على الاساءه اللي كانت حاصله من فتره، اساءه الرسول وكده. طيب تمام اوكي. كنا سعداء جدا بوجودك معانا النهارده الفنان طارق حسين، ربنا يخليك. اسعدتنا ونورتنا النهارده في برنامجنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجاب الساده المشاهدين، والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج حلم وفكره.